انا هذا طبعا الشرف انه نشارك في اليوم الدراسي للغرفه التجاره الصناعه ذي النظر في اطار قانون الماليه 2019. قانون الماليه 2019 يعني غاس يجي الاهميه تم قرنت بوركي يسيول خيج المجموعه المواضيع مواضيع ضريبيه، الضريبه في الشركات، الضريبه في الدخل، الضريبه على القيمه المضافه وما الى ذلك، ولكن في نفس الوقت مواضيع تهم شرائح متعدده من المجتمع، سواء فئات اجتماعيه او فئات اقتصاديه، سواء افراد او شركات. ومن بي ذينيغ انه يعني مع كامل المشاكل ينزرى هذه البيدين 2019 في واقع الامر، شحوج غادي نغرى الى عام انه المسألين المشاكل مشاكل في واقع الامر غير حقيقيه ميمي بوركي مرنجيج القراءه قانونيه بحته لقانون الماليه 2019 في واقع الامر، وتجي قانون الماليه 2019 قانون الماليه 2018 وتطبيقه في 2019. والقانون الماليه فيما يخص الفوتره الالكترونيه توقين بانه الفوتره الالكترونيه اثري ذي 2019، ولكن تطبيق النص هذه حوايج يجلو ديكري نيغيج لاغيتي، يعني سكون ابيل شين باغ فوا ريغلومونتير، يعني اجل الوثيقات زي الوزير زي رئيس الحكومه نيغ زي الوزير الماليه يغيس بينا مش خاثق الفوتره الالكترونيه اثويا مش خاكث اثنا مارس، بما انه الوثيقه ني لا زي رئيس الحكومه ولا زي وزير الماليه وثقينشا، يعني وذيني واش الوثيقه قانونيه سبين مش خفية الفوتره الالكترونيه، فبالتالي يعني وذيني بو المشكل فعلا فيما يخص الفوتره الالكترونيه. واش بيغيني غادي يجي المساله النغنيث انه مؤخرا تغادي يجي الاجتماع ما بين اعضاء من الحكومه وما بين ممثلين من القطاع التجاري في مختلف انحاء المغرب، اتفقن على انه القانون الخاص المقتضيات الخاصه ان اصح بتعبير اصح المقتضيات الخاصه بمساله الفوتره الالكترونيه والسفغ المقتضيات ان ارغق اجتماعات ماراثونيه وحوارات مكثفه اجمار الفاعلين باش تسفغ اجل الوثيقه نغش المقتضيات فيما يخص الفوتره الالكترونيه، مقتضيات اثري تجاوب المشاكل من التجار ومقتضيات في المستوى اذا غجنب المشاكل ينزرى ذي البدايه 2019. وشكرا. نهار غنغي اللقاء بشراكه اك البنك الشعبي الناظور للحوسيمه حول مستجدات القانون الماليه 2019، استدعى دايس الخبير النغ ابن مدينه الناظور الخبير الحيسوبي مستشار قانوني ومالي السيد بوبنان محمد امين، باش هذا نغي الطار باش هذا يوش الشروحات حول مستجدات القانون المالي 2019. سؤال الحضور مكثف للمقاولات وجميع رجال الاعمال، باش اديرين على الوعي من ديوي القانون الماليه 2019، وفي نفس السياق نسير فيما يخص النظام الجديد، النظام الجديد حول تصريحات الكرائيه وحول الضريبه على القيمه المضافه لاجل السكن. دايس نقدم دايس الشروحات ان تشتمل المقتضيات النس على رخص البناء التي تم تحصيلها ابتداء من يناير من السنه الجاريه. وسؤال اللقاء جد مثمر، ونتمنى ان اجتماعات اخرى في اطار الشراكه المبرمه اك مؤسسات البنك الشعبي للناظور والحسيمه. مشكورين خونا نهار سميزين كاع امونيه
وفي نفس السياق خصك باش هادوم ينيغ باللي نشتي نبقى نخدم باش انك يجي المنتدى نتصور الافكار فيما يخص الاطور من اساتذه ومن اساتذه ومن جميع الافكار المغاربه ديال الخارج باش نقدم الرؤيه من خلال السنه 2019 الى غايه 2025 ما هي الرؤيه ان التصور النظور ما بعد 2025. هذا نستدعى اساتذه جامعيون من داخل المملكه ومن خارج المملكه يجي العمل جبار، وخاص نفق سجن التوصيات كيف تحريك النمو الاستثمار بالناظور وبالجهات الشرقيه بصفه عامه منتدى. وفي نفس السياق في اطار وجده انسجد باش انق لو نيميريك بالنسبه نقص باش نقيش الاستثمار فيما يقول الحامل الافكار باش ما نمشي نزمر انما جميع الطاقات نسن باش نحرك سجن العجلات للاستثمار ديال الاقليم ان شاء الله وبالجهات الشرقيه بصفه عامه. وشكرا.